ولسه كمان ده في حكايات مرعبة عني هم مألفينها يحكوا لك عليها دلوقتي. ها عايز حاجة ولا ايه؟ مش تعزمني على حاجة؟ تحب تشرب خمرة؟ أنا ما بشربش خمرة وأنا بشتغل عشان أركز في شغلي. ما شاء الله ربنا يقويك. الحمد لله. يعني أنت مش هتشرب معايا خمرة؟ لا أنا ما بشربش خمرة لأن لو شربت خمرة هتجنن عليك فارتكك في بعضين. تفرتك مين يا عم وأي كلام وخلاص؟ لعلمك أنت هتشرب كاس وأنا كاس، بعد كده هاخد بتاع اللي بيفوق وأنت تقعد تكمل مش قلت له كده ولا إيه؟ ما ينفعش نقول له. بقول لك إيه؟ أنا خارج أسرق البنك اللي على الناصية. عشان الساعة دلوقتي 2:15 والبنوك بتقفل الساعة 2، أروح أسرق وأرجع تاني. هو أنت رايح تفك وديعة؟ ده أنت رايح تسرق مقفول زي مفتوح يعني. أنا ليا كده طقوس في شغلي بحب أعملها. ماشي يا عم الطقوس، ماشي. أرجع ألاقيكم مجهزين الحاجة، ماشي؟ وبالنسبة لك أنت برابيرو. أنت عجبتني، يا أخي بقول لك إحنا مش أصحاب. ما تقابلني على القهوة بالليل، في إيه؟ مش اصحاب يعني لو اصحاب نعمل كده عادي يعني؟ عادي اصحابك بيعملوا معاك كده طول الوقت؟ مش كلهم. انت بالنسبه لك رفهت عني كثيره برابير والله، بس لو حابب ما تهديد في تهديد. بس لو حابب اتعيش 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 وما تجدلش وما تجتلش على يد ما تجتلش وما تجتلش على يد كوشه التاوى التاوى يا برابيرو. اهل البلد مش هيسيبوك في حالك يا عتريس. اهل البلد لازم ياخدوا بطارهم يا عتريس. اهل البلد مش هيسكتوا يا عتريس. اهل البلد ما هيقدروش يعملوا مع عتريس ايوتها حاجه. انا مش فاهم ليه ما قتلناش شعلان وخلصنا. هو شعلان كان ضعيس ولا يعني ضعيس؟ اهل البلد مش هيسكتوا يا عتريس. ييه كانوا بيجيوا ميتمين في ليله واحده. ايوه جنازه بخشبتين. اهل البلد مش هيسكتوا يا عتريس. الا كاده ان جارر ورايا كل طور واخوه يدور وابور طحين. ايه انا قتلت سالم؟ ايه شعلان اخوه يدفع الاتاوي، لكن لما اقتل شعلان يدفع الاتاوي مين؟ ايه يا عصفوري عصفوري يا اللي بعت حصر الدامع ها عشان تاخد فلوسها وتصرف على نفوخك يدفع لتومين. يدفع لتومين. يدفع لتومين. اهل البلد مش هيسكتوا يا عتريس. ايه ايه ما خلاص يا ريس عتريس، العصفوري مهما كان دراعك اليمين ما تقولش دراع اليمين. أنا لولاي في الدهاشن كان زمان أهل الدهاشن كلهم قرقشوا لحمكم قبل عظمكم. إيه كان زمان أتخن واحد فيكم. تعرفين أنا بقول على مين؟ أتخن واحد فيكم يا عصفوري بينجي الدودة من أصغر فلاح في الغيط بتاعه. إيه الدراع اليمين جاد ده، انت لو دراع اليمين اقطعه اقطعه. جدي 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 لماذا انت غاضب يا جدي؟ جدي مين ده؟ ده عتريس اللي انت ضده. انا ضد ده؟ ايوه. وايه اللي في يدك ده؟ هذا هو زبزوبي جدي. زبزوبي زبزوبي جدي. اهلا وسهلا. انا مش قلت لك قبلك ده ما تلعبش باللعب دي؟ خد خد اذبح الدبدوب ده. لا استطيع. هتستطيع ان شاء الله. اذبح الدبدوب ده. لا اذبح. هات اها 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 اها. لا ايه ايه وايه جدي وتتكلم لغه عربيه فحصة؟ اتكلمني باللغه العربيه الفحصة. ما هتتفرجش على السبيستون ده انا بقول لك اهو، ولا تلعب باللعب بتاعت العيال دي. انا عايزك راجل، عايزك صقر الدهاشن. لو ما بقتش راجل هنهشوك. عايزك تبقى كبة الدهاشن. عتريس الجد غاضب غاضب من رقة الولد. أربع أيام نقول بلد مع بلد. إيه
اه غور من خلقتي والتلفزيون ده ما يتفتحش في الدار. بينا ردالح بينا نروح على عزا المرحوم سالم ناخذ بخاطره. مش كنا استنينا يومين يا رئيس عتريس؟ الراجل لسه دمه ما بردش. اهل البلد مش هيسكتوا يا عتريس. انت ما حافظش غير الجمله دي؟ ايه نروح ناخد العزا؟ عايزين اهل البلد يقولوا ان احنا قتلنا القتيل وما مشيناش في دناسته. يلا بينا على العزا. يلا بينا يا كبير. ولا نقعد ناكل لقمه؟ ايوه نقعد ناكل لقمه. ايوه انا راجل ده مرقاطي. راجل ده مرقاطي. انا باخد رايكم. نقعد ولا نروح ناخد العزا؟ نروح ناخد العزا. نقعد. ايوه نقعد نقعد. الشنب ده ما هيضحكش واصل. ايه غلطنا وعديناها خلاص. هي نقولها من الاول. ايوه ايه ايه انا راجل ده مرقاطي. ماشي. وامسك كده عشان ما يفكش. راجل ده مرقاطي. نقعد ناكل لقمة ولا نروح ناخد العزة؟ لا نروح ناخد العزة. يلا 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 اصبر اصبر يلا. هنعمل ايه دلوقتي يا كبير؟ فعلا مشكلة كبيرة، مشكلة عويصة جدا جدا جدا. مشكلة بس إيه انا دلوقتي؟ هتصرف ما تقلقش ما تقلقش. انا في دماغي فكرة مش عارفها لغاية دلوقتي. احنا كل ما بنتدرب اكتر فرصتنا في الفوز بتكتر. احنا هنخش مسابقه الرقص مع النجوم. وش وش ثانيه واحده شوف البومبو ده. اوكي انطونيو انطونيو اديني بيت كده. انطونيو ما تجيبش سيره مامي تاني. بس خلاص بس خلاص. ده جاي من عند احمد مكي على هنا ولا ايه؟ عارف. لا اللحن مش عاجبني ولا الكلمات. قفلتيني سوري. ده مين بقى ده؟ انت بقى اللي عامل قلق امتى؟ هو في حد في روما كلها ما يعرفش اوكا؟ اوكا وأورتيجا؟ نو هي از اوكتافيو. يس اي ام اوكتافيو ابن يوليوس قيصر. ومامي بعتاني عشان احكم روما كلها. يحكمها وش؟ تحكمي معايا؟ احكم. تحكمي بالعدل؟ ما يحكمش. قفلتيني سوري. انت عايز تحكم روما؟ طب احكم على امك الاول. تحكم روما ده عظيم. تحكم روما مين يا يال؟ انت ابن مين؟ انت ابن عسليوس يا ابن اللذينة. ابن عسليوس خلى دماغ امه في التراب. امه ميتة يا اسطى. خلى دماغ ابوه في التراب. ابوه متبري منها يا اسطى. خلى دماغ مرات عمه في التراب. مرات عمه ايه يا اسطى؟ دي مقطوعة من شجرة اصلا ملهاش حد في الدنيا. انت ضدي ليه يا؟ انا مش ضدك. خلى دماغ الشجره في التراب يا اسطى. مفيش تراب في المنطقه نضيفه. في تراب يا مفيش تراب يا في تراب وانا شفته. طب يا اسطى انت حر بقى. في تراب. الحق يا مان ده بيشتم يور ماذر. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان مامي عملت له شوك جامده جدا. أوه. لما سابته ومشيت مع بابي. امك دي جامده وهم. امي دي كل الرجاله بتجري وراها.
امك دي مثل الاعلى. ادي دقني لو دخلتني البيت بعد اللي انا قلته ده. مثلك الاعلى امه اللي هي استغفر الله العظيم. حول الله. يبقى مثلك الاعلى ايه؟ ازاي يعني؟ ايه البت مين دي؟ انا عارف يا اسطى ما ايه؟ بت؟ بتقول عليا انا بت؟ رد يا اوكي انا مش هتكلم. اللي انت بتقول عليها بت دي ايه؟ دي الاميره مروه اليوس ايه؟ دي تمتلك 3 اكونتات على الفيس. وجعتيني. سوري. هاي كيمو ادمن صفحه مجلس الشيوخ. يس يس انطونيو. انت يا انطونيو اللي هتحكم روما. انت يا انطونيو اللي مفيش غيرك. بس خلاص قفلتيني. كابتن تيجي نخش لبعض امهات. يلا. انا موهومه بموت في الشعر الابيض يا جدو. بت ايه؟ بموت في الشعر الابيض. والله بعطيك السياره. الله 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 الله. ايه البت اللي جايبها دي يا عم وبتموت في الشعر الابيض؟ ايه الحكايه وداخله عماله بتقول لنا هاي؟ اه الله يرحم امك اللي كانت تنشر الغسيل عند الجيران. انطونيو احترس من كلامك. احترس من كلامي ليه؟ كلامي بيرجع للخلف. حلو. والله حلوه يا اسطى. والمصحف حلو. ايه رايك؟ لا احترس الكلام مدهون ببوهيه. حلوه يا لأ. حلوه. وانت اخبارك ايه؟ الحمد لله. تمام. انت فين يا عم؟ انا والله العظيم جاي اهو قاعد ساكت من الصبح. انطونيو خلي بالك انا لحد دلوقتي بتكلم بلساني، هتضطرني بعد شويه اتكلم ببوقي. لا هتودي نفسك في داهيه. ارجوك بلاش بقك، انت مش عارف ده ممكن يعمل ايه. ممكن يعمل ايه؟ هينادي امه يعني ولا ايه؟ شكلك مش هتيجي بالذوق، فلتواجهني فارس لفارس. ايه حكايه كل واحد يخش لي يقول لي فارس لفارس؟ طب وانا ده فارس؟ ده فارس؟ ده بقى مش منظر. فارس ايه؟ اواجهك يا سيد. ليك في الفيفا؟ نسخة كام؟ 2014 قبل الميلاد. ليا. يلا بينا. يلا. يلا. ما تجيبوا لنا لب يتفتح. انطونيو يا انطونيو ارجوك ما تتطورش. روما مش ناقصة انقسام، حرام عليكم. ايه ده؟ انت هتلعب ببرشلونه؟ هحط له ميسي في النص واحط له شافي في الهجوم. ايوه بس عبد الشافي بيلعب خط وسط. ما انا لازم الغبطه عشان هو ما يعرفش يتصرف ازاي، وهنزل له بقى رونالدينيو. ايه ايه رونالدينيو بس؟ ولا يهمك يا مان، انزلوا بريال مدريد وحط كريستيانو في الهجوم. اوكي اوكي. ايه ده انت ليكي في الكوره؟ طبعا ده انا اللي عاملاها. عندك واتساب؟ طبعا ده انا اللي عاملاه. طب يكلميني لما الواد صاحبك ده يروح. وش انت نعكشت له شعره. اوعى ايدك انت. بص ما انا كده ما بقتش روماني، بقيت اسواني. ده مش لايق على ده. والباليت ايه اللي في بقك دي؟ والله المخرج سيبني بقى انا مش زعلان. كويس كويس. تفرجوا الناس علينا كده ارجوكم ارجوكم بقى. وقفوا الصراع اللي بينكم. نيفر. حرام عليكم. نيفر. مفيش نيفر، مفيش حاجه اسمها نيفر. بقول لك ايه اوكتافيو. والله استاذ واخ اكبر. اهي اهي اهي. سوري. دونت وري. شوف الشطاره محدش يقدر يعمل لي حاجه. اسمع اوكتافيو، انا كبير مجلس الشيوخ وكلها سنتين ثلاثه واطلع على المعاش وممكن اديله كل صلاحيات حكم روما. ايوه يا ريت بقى كبير المجلس. يا ريت يا ريت. دمه ساعتها ممكن يجي لها جلطه في اسنانها. انا مش هعمل كده. مش عاوزين نفهمه اننا جايين عليه اكتر من اللازم. الله ينور عليك. الله ينور عليك. انا عندي اقتراح تاني. انتوا الاثنين تحكموا روما، انطونيو يحكم الاجزاء الشرقيه،
وأوكتافيوس يحكم الأجزاء الغربية. أيوة بس يعني مفيش بس يا أنكل. مفيش أنكل، أنا مش هعيش لك العمر كله، وبعدين أنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبدا، هي كلمة وخلاص أنا قلتها. اتفضلوا يلا كل واحد يروح يشوف أكل عيشه. اتفضلوا يلا يا بيه، يلا خلونا يلا نعرف نشتغل بقى. حار، مش ممكن كده، حرام عليكم. ايه يا كبير مجلس، ايه هتديله نص روما؟ روما ده كان الاتفاق بيني وبينك، تديله نصها ازاي يعني؟ يا سيدي بلاش الدفاع، الشباب بتاعك ده كان كلامه خلاص. تعالى انا هفهمك، انت عارف مصر؟ مصر دي بعيده باين ولا ايه؟ يا اسطى اللي هي بعد شبرا قبليها. ماشي، انت اول ما تنزل مصر وتسال الف مين هيدلك. ماشي، في واحده هناك اسمها كليوباترا، جميله جدا، ست جميله عندها جيش عرمرم. يعني ايه عرمرم؟ ما اعرفش، انا حافظها كده. ايوه يعني ايه يعني؟ ايوه احنا جيل حفظ مش جيل فهم، احنا ما بنفهمش اساسا. جيش عرمرم، جيش عرمرم. كليوباترا دي الملكه بتاعت مصر. الملكه جميله جدا. انت ما عليك الا انك تسبل لها شويه. هي تحبك، لو خليتها تحبك هتخليك قائد للجيوش وتحكم روما. يا احكم روما، اجيب الجيش بتاعها، انتصر على الواد اوكتافيو الاهبل، احكم روما ومصر بالمره. مصر تبقى حاكم الامبراطوريه الرومانيه. يا سلام، متشكر قوي يا كبير. لا لا ده حاجه اقل يعني من الواجب. جميلك ده فوق راسي من فوق يعني، والشاي بتاعك عندي يعني. لا عيب ما تقولش الكلام ده، والله احنا اهل. لا يعني ده اقل حاجه يعني. لا احنا اهل والله. الله يخليك، ربنا يخليك. ايه رايك يا اسطى؟ 100 100، هنحكم روما. لازم تنزل معايا على مصر. هننزل يا اسطى. هنركب ايه؟ نركب اي اللي انت عايزه. اي اللي انت عايزه يعني؟ شوف انت عايز، لو عايزنا ناخدها جري نشقلب براحتك. شقلبه. ناخدها شقلبه لحد مصر. يلا بينا. يلا يا اسطى. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت فاهم هتعمل ايه؟ انا مش فاهم يا اسطى. انا معاك. يلا بينا يلا بينا. كل يا ابني على جنب وانزل لي. ليه بس يا بين؟ عملت ايه؟ مش عارف عملت ايه، انت مفيم الحصان كله. يا باشا لا مفيم ولا حاجه، هو لونه اسود ومظبوط في يخصه كده. انا مضطر ابقى ظابط محترم معاك، مش عشان خايف منك، لا عشان صوتي رايح ومش عارف ازعق. ماشي، هات الرخص. معلش الرخص مسحوب، انا ماشي بالوصف. نص كيلو برسيم، ربع كيلو شعير. انا اسف يا باشا، ده وصل الدليفري بتاع الحصان. تاني اهو. طب ما انت ورقك سليم اهو، وشكلك راجل محترم وابن ناس. ايوه يا باشا. ايه بقى اللي يخليك تعمل حصان وقله القيمه دي؟ يا باشا ما انا محترم اهو، شادد اللجام. انت مصدق انك حصان؟ تصدق انت راجل هايف؟ هايف؟ الله يسامحك يا بيه، ده انا قد والدك. اخرس، انت تعرف والدي مين؟ انت هتنام معايا ولا ايه؟ افتح لي الحصان ده من ورا. حاضر يا باشا، حاضر افتحه لك، عشان انتوا الحكومه وما اقدرش هيفصلكوا طلب. يا باشا احنا مرخصين 7 راكب والله. ابويا جل جل، ما كانش نفسي تشوفني وانا بلبس الشغل يا جلد. هو ده الشغل يابا؟ انت مش مفهمني ان انت الدراع اليمين لعتريس؟ تطلع شغال حصان عند عتريس؟ اقول لاصحابي في الجيم ايه؟ يا ابني انا ما سفيت ابني عشان انت تعيش، واسناني وجعت من كتر اكل السكر عشان انت تاكل كوليسلو. أنا ما لبست حدوة عشان أجيب لك الهفبوط اللي بتحبه، وجثتي باظت من لبس البردعة عشان أجيب لك كلسون أوريجينال. ملعون أبو الفلوس يابا، أنا عايز أب وأم أفتخر بيهم. أم ده تلاقي أمي كمان مش شغالة ممرضة عند عتريس، تلاقيها فرصة عند عتريس. اخلص. طب تضربني بقك يابا؟ أمك أشرف من الشرف، أمك مش شغالة فرصة عند عتريس. أمك شغالة إيه؟ شغالة فرصة في نزلة السمان. أمي بتنشط السياحة يابا. يا ابني هو أنا شغال حصان بخطري؟ ما أنا الود ودي كنت أبقى حصان في سبق، ولا حتى حصان في الشطرنج. أنت ليه كل اجتهادك في دور الحصان؟ ليه ما فكرتش تعمل دور دهشان او العصفوري
او دور استاذ اشرف نفسه. يا ابن المغرق هو اللي اداني الدور ده. ما ينفعش اعترض. انت بيت جبلة ومش هتيجي غير بالضرب. سامحني يابا. جلجل اوعى تقول لاخواتك ان ابوك شغال حصان، كلهم ابويا شغال زرافه. انت فاكرهم هيفرحوا بطولها يابا؟ انا هرجع مع القران اغني لي اغنيتين يمكن انسى، وانا هرجع الاسطبل يمكن اجري.